قوله رحمه الله: ولعب النرد والشطرنج. وذلك لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود في سننه والحاكم وعبد بن حميد في مسنده، ويشهد له حديث بريدة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، خرجه مسلم، يعني نجس، كأنما أدخل يده في نجاسة، في لحم خنزير وفي دم خنزير والعياذ بالله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والتشبيه هذا ببشاعة الصورة يدل على الحرمة. والنرد هو القطع الصغيرة من الخشب أو من العاج، من العظام، قد تكون أيضا من الخشب أو من العاج أو من العظام، تكون قطعة مكعبة وعليها نقاط يلعب بها، وهي أشبه ما تكون اليوم بالذي يلعبونه في العلبة هذه المفتوحة، إيش يسمونها العلبة هذه التي تفتح ويلعب فيها إيش؟ الطاولة، أشبه ما تكون بلعب الطاولة، هذه العلبة المفتوحة التي تفتح ويجعل لها جدران ويرمى فيها بهذه القطع التي فيها نقاط سوداء في جوانبها، تكون ست أو ثمان لا أدري، أو عشر لا أدري كم، إنما هي مثلها، وتلقى هذه الحصيات الصغيرة من الخشب أو من العاج، عاج الفيل، أو من نحو ذلك من العظام، وتبرد وتنعم ثم تجعل هذه النقاط فيها وترمى في هذه الطاولة ويلعب بها ويقامر بها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهي لعبة فارسية في الأصل، أصلها في الفرس، وفاعلها عاص لله ولرسوله، ومن فعلها فكأنما صبغ يده أدخلها في دم خنزير وفي لحم خنزير، وهذا يدل على بشاعتها عياذا بالله من ذلك. وأما الشطرنج فلم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما صح فيه كما قال الإمام أحمد حديث علي رضي الله عنه، يقول الإمام أحمد: أعلى ما صح فيه عن علي، ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر، من الميسر. ومر على قوم وهم يلعبون به فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، عابدون، أنتم لها عابدون. وسئل عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: هو أشد من النرد، الشطرنج هو أشد من النرد، وذلك لما فيه من اللهو وتضييع الأوقات، أما إذا كانت فيه المقامرة فهو حرام من باب أولى، لأنه قمار يدخل فيه المال ويؤكل المال بغير وجه حق، فهو غير جائز. وللأسف هذه اللعب الآن منتشرة بين المسلمين، ويعقدون عليها المسابقات، للأسف فازوا بالدورة كذا في الشطرنج، بئست الدورة،
وبئس الفوز هذا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. للأسف الآن مسابقات في النرد وفي الشطرنج، وفي الشطرنج أكثر، وهو خلاف إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل اللعبة هذه من الفرس، لعبة الشطرنج هذه من الفرس، فتشبه بهم أهل الإسلام عياذا بالله من ذلك. فلعب النرد والشطرنج لا يجوز وهو محرم. أما النرد فقد سمعتم النصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأما الشطرنج فلم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عن علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أمرنا باتباعه في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. وصح فيه عن ابن عمر ما سمعتم أنه قال عنه إنه أشد من إيش؟ من النردي. فالشاهد لا يجوز لعب هاتين اللعبتين، النرد شير ولا الشطرنج، ولا عقد المسابقة فيها من باب أولى، لأنها مسابقة في لعب حرام.